Hello, my dear students, screen viewers watching us now, and welcome in another episode of our program, School in Air. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهواء. Today's episode is made specially for the students of the second year secondary. حلقة اليوم مخصصة لطلبة الصف الثاني الثانوي اللي طبعا هم أشطر ناس ومتابعة كل تعليقاتكم كالعادة. وبوصل لكم أجمل تحية لأنكم دايما متميزين وتجاوبوا على كل الأسئلة الخاصة بالبرنامج. طيب كان في حد من الطلبة قال هل ممكن تذكري أسامينا في الحلقة؟ أو طبعا ممكن أذكر أساميكم في الحلقة لأني شايفة أنتوا بتبذلوا مجهود قد إيه. وهنبدأ النهاردة بأن أنا أذكر اسم بولا، وكتب لي مخصوص كده ممكن تقولي اسمي في الحلقة. فهنقول تحية لبولا ميلاد صديق البرنامج، وكل مرة إن شاء الله هحاول أشوف الكومنتس والتعليقات الناس اللي بتتابعنا على الصفحة بتاعتنا أو على التعليقات الخاصة باليوتيوب. هنقول اسم حد من الطلبة اللي بيحلوا أكبر كمية أسئلة أو بيكتبوا الإجابات المتميزة جدا. طيب خلاص، تحية ليكم طبعا جميعا، وتحية ليك يا باولا، ودي فكرة جميلة جدا طبعا أنت يعني اقترحتها. طب تعالوا بقى، النهاردة عندنا يونت 7 بنستكملها. المرة اللي فاتت اتكلمنا في درس واحد في الريدنج، خدنا شوية فوكابلري. النهاردة هنتكلم على الجرامر، هنبدأ بيه، وبعد كده لو اتبقى وقت إن شاء الله أكيد هنقدر إن احنا ناخد كمان جزء تاني خاص بالريدنج. اليونت اسمها living abroad، والجرامر بتاعنا عن present continuous. احنا عندنا حالات في present continuous هنتكلم امتى بنستخدمه، وكمان هنتكلم على structure بتاعه، على حاجة اسمها الstative verbs او الافعال اللي هي بنقول عليها ايه شوية ثابتة ما بنستخدمش معاها ال ing او ال continuous form، حتى لو هي بتحصل في نفس توقيت ال continuous form. كل ده هنتكلم عنه النهاردة. هنشوف اول حاجة الستركتور بتاعه او الشكل بتاع present continuous. احنا عارفينه طبعا من قبل كده، بس just for checking علشان نراجع. present continuous form بيتكون من verb to be قبل الفعل، وبعد كده الفعل نفسه بنضيف له ing. يعني اقول مثلا مع I هجيب am، مع you we she it، مع you و we و they بنجيب are، مع he و she و it بنجيب is، وبعد كده بنجيب الverb متضاف له ing. يبقى I'm working، you are playing، they are playing، we are playing، he is talking، she's talking، أو it is مثلا playing أو talking. ده الشكل العادي بتاعه. طب في الكويستشن، في الكويستشن كل اللي بنعمله ان احنا بدل ما بنجيب verb to be بعد الفعل بناخده ونحطه قبل الفعل. اوكي، فيبقى كده الكويستشن سهل جدا، ما بنغيرش اي حاجه، بنجيب بس verb to be هو اللي نسال بيه. فده طبعا في اليس اند نو كويستشنز، لما يكون سؤال يس ونو. فبنقول are you listening، انت سامع. are they coming to your party، هم هيجوا الحفله. طب لو هو a question بتاع WH او اللي هي اللي احنا عارفينهم اللي هي when what و where و what time مثلا او how والكلام ده كله، بنجيب برضو أداة السؤال اللي هي question word، وبعد كده بنجيب verb to be اللي هو am is are، وبعدين الفعل، وبعد كده الفعل متضاف له ing. زي ايه؟ زي ما بنقول when is she going home، امتى هترجع البيت. what am I doing here، هو انا بعمل ايه هنا. What am I doing here؟ يبقى دي كده شكل أو تكوين الأسئلة الخاصة بالـ present continuous. طب عندي إيه كمان؟ عندي ممكن في الـ negative form أنا بحط not، يعني عادي جدا أقول مثلا جملة I am، هكتبها لكم هنا، I am not going to the party، أنا مش رايح الحفلة. يبقى هنكتب نقول I'm not going to the party. ده كده شكل النفي. He isn't أو he is not، أو ممكن نكتبها طبعا باختصار abbreviation، وإحنا عارفين الاختصارات. He isn't leaving the house، هو مش هيغادر البيت now. He isn't leaving the house now. يبقى دي جملة تانية. طب في عندي إيه كمان؟ في عندي ممكن أقول they are أو they aren't، ممكن أقول are not أو أقول they aren't اللي هو الابريفيشن. طبعا am ممكن تبقى am not. okay، they aren't cheering for
this team, يعني هم مش بيشجعوا الفريق ده. They aren't cheering for this team. يبقى احنا كده عندنا ده شكل النيجاتيف يا شباب اللي هو verb to be هنحط بس بعد not. ده بمنتهى البساطة الستركتشر بتاعه. طيب امتى بنستخدم البريزنت كونتينوس؟ ايه هي استخداماته؟ عندنا كذا استخدام. انا عارفه ان انتوا بالنسبه لكم اشهر استخدام اللي انتوا عارفينه كلكم لما تكون الحاجه بتحصل دلوقتي. يعني انا عندي مثلا بريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط، الحاجه من عاداتي مش ضروري تكون بتحصل دلوقتي. يعني مثلا اقول I wake up at 7 o'clock، هل دلوقتي انا صاحي الساعه 7؟ لا، ده دلوقتي اصلا الساعه مثلا 4 او 4 ونص. يبقى هنقول I am having the episode at 7 o'clock. I'm watching the episode at 7 o'clock. طب لو هي من عاداتك، يعني كل اسبوع انت عارف انه الحكاية دي بتحصل، هتقول I watch. طب دلوقتي انت بتعمل ايه؟ لو بسألك what are you doing now؟ انت بتعمل ايه دلوقتي في الوقت الحالي؟ هتقولي I'm watching the episode. طب لو في اي حاجة تانية انت متعود انك تعملها بس ما بتعملهاش دلوقتي، دي كده present simple. نحطه بقى على جنب كده ونركز في continuous اللي هو بيتكلم على الحاجة اللي بتحصل في الوقت الحالي، هي بتحصل دلوقتي. يبقى هستخدم continuous او progressive اللي هو المضارع المستمر. يبقى اول حاجة من استخداماته زي ما هنشوفها كده على screen activities at the moment of speaking. يعني اي activity او فعل بيتم في لحظة التحدث. يعني هتقول I'm watching the English lesson now، او I'm watching the educational channel now، انا بشاهد القناة التعليمية دلوقتي. اوكي، زي الاكزامبل اللي قدامي ده بيقول I'm just leaving work. I'm just leaving work. I'll be home in an hour. انا لسه سايب البيت الشغل حالا، انا هكون في البيت بعد ساعة. Please be quiet. لو سمحتوا تسكتوا. The children are sleeping. الاطفال نايمين دلوقتي. يبقى انا بقول لحد دلوقتي ارجوك بلاش كلام او خليكم كده بدون دوشة. The children are sleeping. الاطفال نايمين. يبقى انا بتكلم على حاجة بتحصل في التوقيت ده تحديدا. ده اول حاجة في الـ uses بتاعت الـ present continuous. طيب في ايه تاني؟ something which is happening before after a specific time. okay، before and after a specific time يعني حاجة بتحصل قبل او بعد توقيت محدد. يعني انا مثلا دلوقتي حددت الوقت وقلت at 8 o'clock we're usually having breakfast. متعودين كده غالبا كده ان احنا في الساعة 8 دي هناخد الـ breakfast. When I get home، لما اوصل البيت، the children are doing their homework. هلاقي لما اوصل البيت هلاقي الولاد قاعدين يعملوا الهومورك بتاعهم. اوكي، يبقى في الحالة دي انا بستخدمه لما يكون في اكشن معين وانا ربطه بيه. يعني بقول مثلا دلوقتي ممكن انا هوصل البيت هلاقيهم مستمرين في عمل الهومورك، يبقى في الحالة دي انا هستخدم present continuous. اوكي، ووصولي للبيت ده قطع الاكشن ده. احنا عارفين ان ممكن ساعات نعمل جملتين نربطهم ببعض او two situations ليهم علاقة ببعض نربطهم، ممكن بwhile او when او as او whatever. وفي الحالة دي بيبقى لو هتكلم في present ممكن جدا يكون واحد مستمر واكشن تاني قطعه في النص. دي كده يبقى الـ continuous form او الـ present continuous بستخدمه لما اكون بعبر على الاكشن اللي فيه استمرارية، اللي هو بدأ قبل وهينتهي كمان بعد اكشن تاني حصل في النص، اللي هو مثلا when I come home، لما اوصل البيت. The children are doing their homework. اوكي، طيب دي كده واحدة من الـ usages او من الاستخدامات. طب في ايه تاني؟ في عندي كمان لما يكون something we think is temporary، يعني في حاجة احنا شايفينها هتبقى مؤقتة. انا بتكلم على حاجة مؤقتة، مش هي دي الشيء الدايم اللي بيحصل. هقول Michael is at university. Michael موجود في الجامعة دلوقتي. بيعمل ايه؟ He's studying history. اوكي، ده شيء مؤقت، ممكن يكون هيذاكر او هيدرس الهيستوري دلوقتي لمدة ساعتين whatever، بس المهم ان هو الشيء ده هينتهي في توقيت معين. اوكي، لكن مش كل مثلا ما يروح الجامعة
او ان انا عايز اعبر عن عاده انه على طول هو بيذاكر الهيستوري، لا ممكن تكون حاجه مؤقته بتتم مثلا في التوقيتات دي. اوكي I'm working in London for the next 2 weeks. انا عندي 2 weeks اهم، يعني مش حياتي كلها، لا ده انا بقول 2 weeks 2 months whatever، انا حددت انهم في توقيت معين لكن مش طول الوقت. تمام، طالما حددت ان الحاجه بتتم في توقيت معين او هتستمر لمده معينه مش هتكون دي واحده من عاداتي، يبقى هقول I'm working in London for the next 2 weeks، يعني انا هكون شغال في لندن في الاسبوعين الجايين. لكن انا عادتي اصلا فين؟ my work المعتاد هقول I work in Egypt، انا شغال في مصر، لكن but I'm working in London for the next 2 weeks، لكن الاسبوعين الجايين انا هكون شغال في لندن. عشان بقى حددنا ان هي مده، واحنا عارفين المده دي temporary يعني مش مستمرة، يعني مؤقتة، حدث مؤقت، حتى لو أنا مش بقوم بالحدث ده دلوقتي لكن أنا بعبر على إنه حدث مؤقت هيتم، يبقى في الحالة دي أنا بستخدم كلمة I'm working، أوكي، اللي هو الـ present continuous. في إيه تاني؟ في عندي لما أكون بتكلم something which is new and contrasts with the previous state، حاجة جديدة حصلت جديدة كده ظهرت لنا جديد، وهي متناقضة مع حاجة كانت على طول بتبقى موجودة، أو متناقضة مع الهابت أو العادة اللي موجودة. يعني أقول إيه؟ هقول these days، وناخد بالنا من كلمة these days لأنها من الكلمات اللي بتدل على الـ present continuous. أنا بحدد برضو إن الأيام دي حصل حاجة مختلفة. Most people are using email instead of writing letters. معظم الناس بتستخدم الايميل اكتر من انها تكتب letters. طيب what sort of clothes are teenagers wearing nowadays؟ يا ترى ايه نوع الكلوز او الملابس اللي التينيجرز المراهقين بيلبسوها اليومين دول؟ اوكي انا حددت انا بتكلم على nowadays. What sort of music are they listening to؟ يا ترى ايه نوع الموسيقى اللي بيسمعوا لها الايام دي الناس الايام دي؟ يبقى انا لما بتكلم كده على انه ممكن تكون زمان كان نوع الموسيقى مختلف او المعتاد كان نوع الموسيقى مختلف وفجأة حصل كده تغيير وبقول الايام دي الدنيا عاملة ازاي، يبقى على طول استخدم الـ present continuous. تمام، يبقى لما تكون حاجة بتحصل دلوقتي لغاية دلوقتي ده اللي احنا اتكلمنا فيه، حاجة او اكشن بيحصل في وقت التحدث زي الاكشن بتاعنا دلوقتي انتوا قاعدين تتفرجوا على الحصة، لما تكون مثلا في حاجة انا عارفة انها مؤقتة مش ده الشيء الدائم، يعني مثلا الحاجة دي بتحصل في التوقيت ده، او مثلا انا اقول I live in London I'm living in London. I live in London دي يبقى أنا ده بلدي الأصلي، أنا عايش فيها طول الوقت. طب I'm living in London، لا ده دي الفترة مؤقتة، ممكن أكون رايح زيارة، ممكن أروح أكون رايح سياحة، شغل، whatever، بس لفترة مؤقتة، يعني مثلا ممكن تكون مدة أسبوعين شهرين كده. طب إيه كمان؟ كانت في حاجة معتادة أنها بتحصل وفجأة حصل تغييرات، فأنا بعبر عن التغييرات دي بأن أنا بقول يا ترى الحاجات دي مثلا عاملة ازاي دلوقتي او these days. وطبعا احنا شفنا مجموعة كلمات زي at the moment، كلمة these days، كلمة now، at present، كل دي حاجات بتدل على ال continuous form. طب في ايه كمان من استخداماته؟ هنقول something which is changing and growing or developing، حاجة بتتغير، حاجة بتنمو او بتتطور. okay the children are growing up quickly، يعني الاطفال اللي هم مثلا واحدة ممكن تكون تتكلم على أولادها مثلا فبتقول the children are growing up quickly، أو أنتوا الطلبة مثلا التيتشر بتاعتكو شافتكو كنت مثلا بدرسكو في سنين فاتت وفجأة أبص ألاقي أن أنتوا you're growing so quickly you're growing up so quickly، فساعتها استخدم ال present continuous، هقول أن دي حاجة بتتطور او بتنمو بسرعة. طب في ايه كمان؟ The climate is changing rapidly، ممكن اكون بتكلم على فترة مثلا اسبوعين في الشتاء فبقول ايه ده الجو عم بيتغير بسرعة جدا، اوكي، لكن انا بكلمش على الهابت او العادة بتاعت الكلايمت. ممكن كمان اكون بسبب الجلوبال وورمينج مثلا او الاحتباس الحراري، فانا عمال اعبر على انه الكلايمت كان حاجة و now it's changing rapidly، بيتغير بسرعة، فهقولها في present continuous. طب ايه كمان؟ your English is improving، انا دلوقتي انت بتاخد courses او بتتعلم English عن طريق قناة
او ايا كانت الطريقه، فبقول لك ايه ده، في ديفلوبمنت، في حاجه كده تطور في الانجليش بتاعك. فهقولها ازاي؟ Your English is improving. الانجليش بتاعك بيتحسن. يبقى كده في استمراريه في الاكشن وفي تطور في الاكشن. اوكي، لكن هو مش من عاداته ان هو يمبروف، فما ينفعش اجيبه present simple. لكن اقول ان الحاجه دي بتتغير بتتحسن، فبقول is improving. طب في ايه كمان؟ لما يكون في حاجه بتحصل او بتتكرر again and again. والنقطه دي طبعا كتير قوي بقى صدمت ناس كتيره جدا، قعدوا يقولوا ايه ده، هو الحاجه اللي بتتكرر على طول ممكن استخدمها في present continuous؟ اه طبعا ممكن، بس ايه الفرق وايه اللي يميز؟ ممكن كمان استخدم كلمة always، يعني كلمة دائما، استخدمها مع ال present continuous، هي مش كانت يمس مع ال simple. طبعا بنرجع تاني ونقول ان دي من اكبر ال common mistakes او الاخطاء الشائعة. كلمة always ده adverb of frequency. يعني ايه adverb of frequency؟ يعني adverb او ظرف بيعرفنا الحاجة بتتكرر كل قد ايه. اوكي؟ طيب ممكن استخدمها في الـ present simple المضارع البسيط، استخدمها في الـ past simple في الماضي عادي جدا. طب وممكن كمان استخدمها في الـ continuous؟ اه طبعا عادي استخدمها في الـ continuous. طب هتبقى شكلها ازاي؟ او لو مثلا جات لنا ممكن نفرق ما بينها وبين الـ present simple ازاي؟ طب تعالوا كده نشوف الاول المواقف دي وانا هقول لكم هي معناها ايه. بنشوف كده الموقف بيقول it's always raining in London. It's always raining in London. عايزة أقول إن لندن دي من الدول اللي دايماً الدنيا بتمطر فيها. الأكشن ده على طول بيحصل فيها. دي مش habit، أوكي؟ لأن برضو خلي بالكم إن الرين مرتبط أكتر بفترة الخريف والشتاء، وعلشان دي فترة طويلة قوي، فأنا بقول إنها على طول الرين بيتكرر في لندن، لأن لندن بتبقى فيها مطر كتير جدا في الخريف وفي الشتاء، ويعني ممكن في بعض أوقات في الربيع، لكن دي مش الهابت أو مش ده الكلايمت الثابت. طيب إيه كمان؟ هل دي حاجة مقصودة ولا هي حاجة بتحصل unintentionally، يعني غير مقصودة؟ لو غير مقصودة يبقى هي على طول present continuous. طبعا نزول المطر ده ما بيبقاش مقصود من لندن، دي كده حاجة طبيعية أو natural من ربنا، لكن مش لندن اللي بتقصدها، فبقول it's always raining in London. لكن العادات بتاعتي المقصودة هي دي اللي حطها في الـ present simple. يعني أنا حاطة كده من عاداتي إن أنا يوميا هصحى الساعة كذا، بروح الشغل بتاعي أو المدرسة بتاعتي الساعة كذا، بيبقى عندي مذاكرة مادة كذا. دي كده حاجة أنا حطاها من عاداتي، مرتباها وعارفاها ومحدداها بنيتي أنا، intentional، حاجة مقصودة. في الحالة دي يبقى present simple، مضارع بسيط. طب الحاجات اللي بتتكرر إنها تحصل على طول لكنها مش مقصودة قوي، أوكي، يبقى دي كده على طول مضارع مستمر، present continuous. أوكي، طب تعال نشوف مثال تاني. They're always arguing. هم على طول بيتجادلوا، على طول كده تحصل بينهم مشاحنات ومجادلات. برضو دي مش حاجات مقصودة، هي كل قصة ان ده بيحصل كده unintentionally، بطريقة عفوية، بيتعصبوا فبيتجادلوا، ممكن مفيش توافق ما بينهم فبيتجادلوا. برضو في الحالة دي بستخدم الـ present continuous. طب وممكن كمان استخدمه لما اكتر يشير لحاجة negative، يعني العادات اللي هي السيئة اكتر، لكن طبعا ممكن استخدمه في الحالتين positive و negative. لكن لما تكون في عادة سيئة وغير مقصودة اكتر بروح للـ present continuous او المضارع المستمر. اوكي، فاقول they are always arguing، هم على طول بيقعدوا يتجادلوا كده او يتخانقوا. اوكي، طيب George is great. جورج ده شخصية رائعة. He's always laughing. ده على طول بيضحك. برضه دي حاجة مش intentional، ده من طباعه، فبقول إن هو شخصية لذيذة قوي، ده على طول بيضحك. أوكي؟ فهقول إنه he's always laughing. تمام؟ يبقى أنا كده استخدمت الـ present continuous. غير ما مثلا لما أتكلم وأقول when someone says a joke I laugh. كده أنا عملت إيه؟ أنا بتكلم عن عادتي. اوكي، انا عارفه كده ومحدده ان لما حد من عاداتي ان لما حد بيقول جوك انا بضحك. لكن الحاجات اللي هي بتبقى عفويه، بتبقى unintentional، مش دايما مقصوده، بتبقى ساعات ممكن اشير لحاجات تكون نيجاتيف اكتر. عادات السيئه بتكون غالبا غير مقصوده او الشخص مش بيكون قاصدها، يبقى دي كلها حاجات انا بحطها في الـ present continuous واستخدم معاها كلمه always عادي جدا
بدون ما تكون مقصود بيها الهابت بتاعتي، بس هي حاجة بتتكرر على طول. اوكي، طب في ايه كمان لما يكون بتكلم على الفيوتشر بلانز، اللي هي انا دلوقتي رتبت لكل حاجة اللي انا هعملها، طالما لسه حاجة هعملها بس انا مرتبة لها تماما، يعني حاجة arranged، يبقى في الحالة دي هستخدم الـ present continuous. تمام؟ يبقى طالما الحاجة، فاكرين كده لما كنا بنتكلم على ان الحاجة planned او مخططة، فبنقول is going to plus the infinitive. طيب ممكن بقى كمان لو الحاجة arranged، يعني اكتر كمان من التخطيط، ده انا مش بس خدت قرار، ده انا عملت اجراءات، يعني انا رحت مثلا في نيتي ان انا اسافر، قررت ميعاد السفر، يبقى I'm going to travel next week. طب انا قررت ميعاد السفر، حددت بقى اليوم وحجزت التيكت وعملت الشنطة بتاعتي، I packed my bag او suitcase، يبقى في الحالة دي انا خدت arrangements، اجراءات. في الحالة دي هستخدم ال present continuous او المضارع المستمر علشان يشير لحاجة لسه هتحصل في المستقبل. فهقول I'm traveling to Moscow، انا مسافر خلاص موسكو. اوكي، يبقى I'm traveling، مش ضروري بقى اقول I will travel، لا، will بتبقى فيها شوية شك، شوية لسه ما فيش مخططات قوي، لكن انا بتكلم على حاجة خلاص arranged، ليها ترتيباتها وحجزت التيكتس وكله، يبقى على طول هقول I'm traveling على طول في ال present continuous. تعالوا نشوفوا ال examples. Mary is going to a new school next term. Mary رايحة new school أو المدرسة الجديدة next term، الترم الجاي أو الترم القادم. خلاص؟ يبقى is going to، خلاص هي محددة ومقررة وكل حاجة، هتبدأ الدراسة next term. What are you doing next week؟ أنا هنا بسألك على الحاجات اللي أنت already، طالما بقول what are you doing next week، يبقى أنا بسأل على الحاجة اللي أنت already مخطط ليها وخلاص رتبت نفسك عليها. تمام؟ في الحالة دي بيختلف السؤال في المعنى عن what will you do. what will you do ممكن أكون أقصد أن أنت يعني ممكن إيه في بالك، إيه كده أفكار يعني. أوكي؟ لكن what are you doing next week، يبقى أنت حددت وقررت كده أنت هتعمل إيه، خدت إجراءات إيه والكلام ده كله. دي كده different usages أو الاستخدامات المختلفة لل present continuous. يبقى اتفقنا حاجة بتحصل دلوقتي وقت التحدث، حاجة أنا عارفة أنها مؤقتة، زي ما خدنا كده في جملة الريدنج بتاع الدرس اللي فات وقلنا it's plants are not growing in winter، دي حاجة مؤقتة، دي مرتبطة بشهر الشتاء بس، أو سوري فصل الشتاء فقط. ففي الحالة دي ده شيء مؤقت، يبقى aren't growing، plants aren't growing، مش بتنمو في الشتاء. في secret garden الريدنج بتاع المرة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت قلنا كمان لما تكون حاجة بتحصل كانت مستمرة قبل وبعد حاجة قطعتها في النص، يبقى ده كده action قطعه في النص، والاكشن المستمر ده هيكون في ال present continuous. قلنا كمان لما تكون في حاجة لها علاقة أكتر ب بال future plans، sorry، بال future plans أو المخططات المستقبلية، ولكن هي arranged أو مترتب ليها، كل دي حاجات بتخلينا نستخدم ال present continuous. كمان قلنا لما تكون في حاجة بتتكرر في الحدوث، بتتكرر في الحدوث، واللي قلنا هنستخدم فيها كلمة always عادي جدا، ولكن في الحالة دي أنا بتكلم أكتر مش على الحاجات المرتبة اللي هي أنا محددها أنها تكون من عاداتي، لا، ده أنا أكتر بتكلم على شيء ممكن يكون بيحصل unintentionally، غير مش مترتب له، بس هو على طول بيتكرر. ممكن تكون عادات سيئة مثلا مش مرغوبة فبتحصل على طول، الشخص ده على طول why is he leaving his room untidy، ليه على طول سايب أوضته كده مش مترتبة، يبقى على طول احنا بنستخدم ال present continuous. يبقى دي كده الحاجات اللي هي غير مقصودة، الحاجات اللي ممكن تكون فيها شوية negativity أو حاجة سلبية ممكن، وحاجات اللي هي بتكيب happening على طول مستمرة انها تحصل وانا مش قصداها، مش حطها كده ان ده هيبقى العادة بتاعتي او الحاجات اللي انا مرتبيها، زي الweather مثلا انه على طول الدنيا بتمطر في الشتاء. اوكي، طيب دي كده مجموعة الحاجات اللي تخص ال present simple العادية اللي هي ما فيهاش اي حاجة irregular. طيب في عندنا بقى حاجات او افعال
يعني مش هنقول عليها انها irregular، بس هنسميها stative verbs، اللي هي الافعال اللي بنقول عليها انها ساكنه شويه او ما تنفعش مع المستمر. اوكي، دي هناخد عنها برضو فكره كبيره النهارده علشان نقدر نميز ايه هي الستاتيف فيربس. هتبقى في ليست كده لازم برضو تحفظوها علشان تبقى موجوده في ذهنكم، بلس المعنى. يعني مش بس هنحفظها، لا لازم نبقى فاهمين المعنى وفاهمين هي ليه ستاتيف او ساكنه، او ممكن اكون بتكلم دلوقتي في الحاجه دي بتكلم عنها في الوقت الحالي لكن ما احطهاش في الكونتينوس فورم. زي مثلا ما اكون بقول I love you، انا دلوقتي فعلا بحبكم، انتوا مثلا الطلبه بتوعنا ومشاهدينا احنا هنا في قناه مصر التعليميه بنحبكم جدا. هل بقى انا لازم اقول I am loving you؟ لا طبعا ما ينفعش. اوكي، طب امال بقول ايه؟ بقول I love you عادي جدا. يبقى ده كده حاجة بتعبر عن الايموشنز بتاعتي او الفيلينجز بتاعتي، انا مش هجيبها في البريزنت كونتينوس. حتى لو بتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي شعور حالي، حتى لو بتكلم عن شعور حالي. كلمة like، عمرنا شفنا I am liking football مثلا؟ لا ما شفناش، على طول بنقول like. اوكي، هنشوف بقى مجموعة من الحاجات دي وهناخد فكرة عنهم برضه لان في كمية افعال كتيرة، وهنشوف الاكزامبلز بتاعتها. الستاتيف فيربس describe a state rather than an action. هما بيوصفوا حالة أكتر ما بيوصفوا action أو فعل. يعني إحنا علشان دي بتوصف حالة شيء، فعلشان كده مش هينفع نحطها في ال continuous form. لو كانت بتوصف action بقى، لأن في بعض أفعال تنفع stative وتنفع غير stative. أوكي؟ في الحالة دي لو الفعل ده بيوصف action، يبقى هستخدمه بان انا احط له ing واجيب قبله verb to be، وعادي ياخد الشكل بتاع ال present continuous. They aren't usually used in the present continuous form. في العادة ال stative verbs ما بنستخدمهاش في ال present continuous. يعني لما اقول مثلا I think that's a good idea، ده اعتقادي، my belief اللي هو الاعتقاد بتاعي، فبقول I think، ده اللي انا بعتقده، اعتقد ان دي فكرة حلوة. في الحالة دي ده stative verb وما اقولش I am thinking. لا، لو قلت I am thinking في الحالة دي هيبقى معنى الجملة مختلف تماما، هيبقى معناها ان انا دلوقتي بفكر في حاجة. اوكي، يبقى ناخد بالنا من الفرق. I think it's a good idea، ده اعتقادي، ده البليف بتاعي. اوكي، حتى لو انا بقوله دلوقتي بس ده بليف او اعتقاد، يبقى ما حطوش في ing، ما جيبوش present continuous، ده stative verb. طب لو قلت I am thinking يبقى I'm thinking about something، أنا بفكر في حاجة. يعني I'm thinking about my text at the end of the month مثلا، أنا عمالة أفكر كده في الامتحان بتاعي اللي هيبقى في آخر الشهر مثلا. أوكي، طيب تعالوا كده نشوف I love this song، I love this song، بحب الحاجة. love يبقى برضو بتعبر عن feeling، ما حطهاش في ing أو continuous form. the coffee smells good، أنا بوصف الكافي لكن الريحة بتاعتها مش action، ده هي بس صفتها كده، فأنا بقول the coffee smells good. أوكي، طب الكافي smells good ريحتها حلوة، مختلفة عن لما أقول I'm smelling the food to know whether it's rotten or not، أنا بجرب أشم الأكل عشان أعرف هو rotten فاسد ولا لأ، ده كده action. اوكي، اكشن انا بعمله، ففي الحاله دي هستخدم الكونتينوس فورم. لكن لما اوصف الكافي او اوصف الاكل او اوصف اي حاجه بانها سميلز جود، دي ريحتها حلوه، يبقى ده كده مفيش اكشن، ده هي بس صفه للحاجه، يبقى دي كده تبقى ستاتيف. طيب do you have a pen، انت معاك قلم. كلمه have هنا لما اكون بتكلم على الحاجات اللي انت بتملكها او اللي معاك، يبقى برضو هستخدمها في الستاتيف فورم. مش هقول Are you having a pen؟ انت معاك قلم دلوقتي؟ لا، مش هقولها كده، هقول لك Do you have a pen؟ لان دي البلونجينجز بتاعتك او الحاجات اللي بتكون من ممتلكاتك. طب تعال نشوف examples تانية. I don't know the answer، مش هقول بقى I am not knowing the answer، في سؤال دلوقتي وانا دلوقتي مش عارفة اجابت السؤال ده، مش معنى ان انا دلوقتي مش عارفة اجابت السؤال ده اجابته يبقى هستخدم كلمة know في ال continuous. لا، هقول I don't know، مش عارفة. اوكي، ما اقولش بقى I'm not knowing، ده كده غلط. طب في جملة تانية بتقول She really likes you، هي فعلا معجبة بك او بتحبك فعلا. She's really liking you، ده خطأ،
ما ينفعش. اوكي، اكون معجبه بشخص مثلا قابلته دلوقتي، قابلتك وقلت لك الله انا فعلا معجبه بيكي، انت شخصيه جميله، اوكي، يبقى هقول I really like you، او حد تاني يقول she really likes you، اوكي، هي فعلا معجبه بيكي. ما اقولش بقى she's really liking you، ده كده خطأ تماما، بيعبر على my feeling، احساسي. He seems happy at the moment، شكله كده مبسوط دلوقتي. طيب كلمه seem، الناس كانوا علقوا في يعني مراجعتنا للترم الاول، طبعا احنا عارفين كلمه سيم من الترم الاول، كانوا علقوا ان هو سيم ينفع يجي معاها فيرب تو بي، اه ينفع يجي معاها فيرب تو بي، لكن هي ما بيتحط لهاش اي ان جي. اوكي، يعني ممكن اقول هي سيمز تو بي سمثينج، اوكي، او يجي معاها الفيرب تو بي، لكن ما ينفعش ان انا احط لها اي ان جي واحولها هي نفسها كفعل لانها تكون continuous form. يعني ما ينفعش اقول هي از سيمينج تو كذا، لا دي كده ما تنفعش خالص، اوكي، لانها من الستاتيف فيربس، وكمان احنا عارفين انها بمعنى يبدو، اوكي، فبالتالي طالما في يبدو او حاجه كده ظاهريه يبقى ما فيش اكشن، يبقى انا بتكلم على اللي انا حاساه او اللي انا شايفاه من الموقف، يبقى my feelings تاني، يبقى في الحالة دي مفيش action، يبقى انا لازم استخدمه في الstative form. فهنقول he seems happy at the moment، he seems happy at the moment. at the moment اهو موجودة من كلمات الخاصة بالpresent continuous، لكن ما قلتش he is seeming، ده كده غلط. he is seeming happy at the moment دي خطأ، ولكن بنقول he seems happy at the moment. طب دي كده مجموعة من الأفعال اللي بتيجي في شكل الستاتيف فورم، ومجموعة منهم ينفع كده وكده. طيب thoughts and opinions لما يكون الحاجة بتعبر عن أفكاري ومعتقداتي، زي كلمة agree, believe, doubt, guess, imagine, know, mean, recognize, remember, suspect, think أو understand. الحاجات دي لما تكون بستخدمها علشان أنا بس عايزة أعبر عن معتقداتي او رايي، يبقى في الحاله دي انا مش هستخدمها في الكونتينوس، هستخدمها ستاتيف. طيب لما اكون بعبر عن الفيلينجز او الايموشنز، مشاعري والايموشنز بتاعتي، زي كلمه ديسلايك، زي كلمه هيت، لايك، لاف، بريفير، وانت، ويش. يعني ما ينفعش اقول اي ام وانتينج، لا اي وانت كذا، حتى لو انا عاوزه دلوقتي، بس اي وانت كوفي مثلا. اوكي، طيب senses and perceptions يعني الاحساسات او كده، او اللي هي الحواس. اوكي، بنقول مثلا كلمة appear, be, feel, hear, look, see, seem, smell, taste. ال perceptions طبعا اللي هي استنتاجاتي اللي نبع برضو من احساسي، زي كلمة seem زي ما اتفقنا تبقى استنتاج نبع عن احساسي، انا فهمتها كده من احساسي فقط لكن ما شفتش دلائل قوية. فكل الأفعال دي برضو أقول it appears that Salma is very happy. أوكي، ممكن جدا أقولها كده it appears that Salma is very happy، لكن ما أقولش it is appearing، غلط. أوكي، طيب ال position and measurement لما يكون في عندي ممتلكات، حاجة بتعبر عن ممتلكاتي أو وحدات القياس، أو إن أنا بقيس حاجة معينة، فهقول belong ينتمي إلى، have أو this thing belongs to me يعني الحاجة دي بتاعتي، بتنتمي ليا أنا أو بتاعتي أنا، have لما أكون بتكلم عن حاجتي، أوكي، لكن مش have كaction verb، علشان لسه هناخد أو هنشوف have وهو action verb، لكن لما أقول have ده يعني بتاعتي عندي أو كده، ده كده ممتلكات. طب measure يقيس حاجة، own يمتلك شيء، possess برضو يعني يمتلك، وي يعني يزن. يعني ما اقولش كده روح بشتري من بياع الخضار اقول it's weighing كذا، لا هقول it weighs. اوكي، يعني ده الميزان بتاعها حتى لو هو بيوزن لي دلوقتي. اوكي، تعالوا كده نشوف تاني الامثلة بقى بتاعت الstative verbs اللي ممكن تيجي بشكل stative وشكل تاني اللي هو مع present continuous. عندي كلمة think و have مثلا، وكلمة see و taste، هناخد عليهم امثلة. I think it's a good idea. I think it's a good idea. ده معتقدي. طب أمال إيه؟ Wait a moment. I'm thinking. استنى أنا عمال أفكر. بفكر في حاجة. أوكي؟ طب استنى بس هفكر. هنروح هنا ولا هنا؟ ها فكري. Wait a moment. I'm thinking. استنى
انا بفكر او استني انا بفكر. طب I have an old car، انا عندي عربية قديمة. اوكي ده كده ايه؟ position، دي ممتلكاتي بقول انها عندي. I'm having a quick break، ده انا دلوقتي باخد بريك سريع. كده بقى الفعل بتاع have مش ممتلكات، كده action verb، ده انا دلوقتي باخد بريك كده على السريع. اوكي يبقى في الحالة دي continuous form، هنلاقي ال continuous موجود. ده كده action اللي هو having a break لانه activity او action. طيب do you see any problems with that؟ هل انت شايف؟ شايف هنا بقى مش معناها حد يبص بعينيه، شايف see any problems، مش احنا مش بنشوف المشكلة، احنا بنحاول نستوعبها. اوكي ده كده برضو حاجة بتسأل عن ال opinion، حاجة بتسأل عن ال state of حاجة، يعني الحالة دي ايه، فيها مشكلة ولا ما فيهاش، فبقول see عادي جدا، ما ينفعش ان انا اخليها ing. طب we're seeing تاد ناري tomorrow afternoon، احنا رايحين نقابله، نقابل تاد ناري، يبقى we're seeing احنا هنشوفه، رايحين نشوفه tomorrow afternoon. ده كده طبعا حاجة في المستقبل arranged ومتفق عليها وخلاص، عشان كده جبناها في present continuous. وهنا سيب معنى هنروح نشوفه، هنروح نتقابل معاه، يبقى meeting. اوكي ده كده action، غير كلمة do you see a problem، انت كده شايف ان في مشكلة، مش بتشوف المشكلة بعينك، انت بتحاول تفهمها. اوكي طيب نفهم الجمل عشان لو جالنا تشوز في حاجة زي كده نبقى فاهمين كويس قوي كلمة سي هنا معناها ايه وسي هنا معناها ايه. لما نفهم الفرق في المعنى هنعرف كويس امتى نخليها ستاتيف وامتى نخليها continuous. طب وكلمة think، اه ده هنا معناها believe، يعني بيعتقد شيء معين، لا ده هنا معناه ان هو بيفكر في حاجة، يبقى دي كده stative ودي كده continuous، يبقى ناخد بالنا ان الفهم بتاع المعنى مهم جدا. He's so interesting، لما تكون بعبر عن حالة الشخص ده، الشخص ده كده حالته interesting، هو كده بوصفه شخصيته انا حاسة انها interesting، فverb to be هنا عادي جدا stative verb، ما حطوش في الcontinuous. انا بتكلم عنه ان من دي من صفات شخصيته permanent quality، يعني من صفات شخصيته ان هو على طول ده شخصية interesting قوي. اوكي طب امال لما اقول he's being very unhelpful، يعني ممكن مثلا انتوا الناس بتشتغلوا مع بعض في شغل او طلبة وبتخلصوا مشروع سوا، اوكي واقول ان فلان ده او الشخصية ده he's being he is وبعدين being، كده خليناه continuous form. he's being unhelpful، ده هو غير متعاون معانا في البروجكت، لكن هو ممكن يكون متعاون في اي حته تانية. اوكي يبقى انا في الحاله دي كل القصه ان انا بوصف الاكشن بتاعه معانا عامل ازاي، ففي الحاله دي ممكن استخدم being على انه continuous form. طب في ايه تاني؟ في عندي this coffee tastes delicious، الطعم بتاع الكافي ده حلو قوي، يبقى انا بوصف الطعم بتاع الكافي، مش محتاجه اقول is tasting، لا انا بوصفها بقول ان هي taste delicious، يبقى present simple على طول stative verb. طب امال لما اقول look the chef is tasting the soup، ده الشيف دلوقتي عمال يدوق في الشوربة، بيحاول يدوق في الشوربة يعرف ملحها مظبوط ولا لا والجو ده، يبقى الشيف هنا بيعمل action مش بيوصف لي طعم الشوربة، لا ده هو بيعمل action. في الحالة دي كلمة taste هتتحط في ال ing. اوكي يبقى ده كده لانه action. طبعا دي كده الstative verbs او مجموعة الافعال اللي هي امتى نحطها في present continuous وامتى ما نحطهاش، وده كده كده يعني عملنا غطينا present continuous تماما، شرحنا كل شيء فيه. ان شاء الله المرة الجاية هنبدأ بمجموعة يعني اسئلة خاصة present continuous. طيب احنا يعني للأسف خلصنا الحلقة، كنت نفسي ان انا اكمل معاكم مجموعة كلمات او حاجات تخص يونت 7، بس المرة الجاية هجيب لكم جمل خاصة بيونت 7 موجودة في الريدنج، هنناقشها عن طريق اسئلة شوز مع اسئلة شوز اللي ممكن تكون موجودة في الجرامر او الجزء الخاص بالجرامر. ذاكروا الجرامر كويس قوي، ذاكروا كلمات يونت 7 كويس قوي، علشان ابتداء من الحلقة الجاية كل الاسئلة اللي هتجاوبوها هشوف مين اللي مجاوب صح ومين مجاوب اكتر اسئلة وعمل اكتر تفاعل، وهنذكر اسمه في الحلقة زي ما عملنا النهاردة في حلقة اليوم. Thank you very much for watching and hopefully today's episode was useful for you. See you very soon and goodbye.